لو الحكاية فيها إن فيجو. يعني طول عمري بشتغل مكرميات وحاجات زي كده، بعمل حاجات شغل يدوي. حكايتي أنا كنت بشتغل من 99، فتحت جزء نشاط، والنشاط ما كانش بيخسر الحمد لله، بس كان بيجي الظروف. فتحت 99 مجمدات، بعد كده رجعت تاني قمت عامله نشاط تاني صابون سائل. قعدت سنتين عشان رعايه ابني وكده، وقعدت ما اشتغلش. بعد كده فتحت مطعم فول وطعميه. جت في فتره كده تعبت شويه، كان الغده الدرقيه تعبتني، رحت شلتها وعملت عمليات، وبعد كده اكتشفت ان انا عندي كبد وبائي، اتعالجت منه على نفقه الدوله شويه، وكان في ورم عندي في الثدي. رحت المستشفى قالوا لي ده حميد ما فيهوش حاجه. بعد سنه وقعت لقيت مكانه ازرق. في 2010 جوزي جاله جلطه في المخ، قعد في البيت حوالي 3 سنين. ابتديت قفلت طبعا المطعم، مفيش ربح، مفيش شغل، مفيش حاجه. فنزلت جبت حبه شباشب وبعته، حطيتهم قدام الكشك. كان الكشك بيتباع في عيش. عدى رئيس الجهاز، يعني المفروض حد شفت حد قاعد واحده ست اي حاجه دي بتاعت مين؟ قلت له حدش. اي شيء ليها؟ قلت له طب ممكن اكلمك؟ قال لي لا انت مخالفه. طب ممكن اكلمك؟ لا انت مخالفه، شيلي حاجتك. انا كده بكلمك بالراحه وبعد كده هاجي ابعت لك الحاجه. فرحت كشفت، بقول للدكتور يعني ده بقى لونه ازرق كده، شكله غريب. قال لي لازم نحلل ونعرف هو حميد ولا خبيث. فاجئني ان هو ايه؟ خبيث. قالوا لي لازم تاخدي كماوي في الاول عشان خاطر نشلك الورم بس. قلت له ماشي. بعد كده بقى طبعا جوزي لما جالي السرطان بقيت رايحة المستشفى، اسيب الشغل اقعد في المستشفى شهر، ارجع جوزي تعبان ارجع تاني. عملت كارد من البنك وخدت محلي هنا لابني، عملت له بلاي ستيشن، قلت له ايه يبقى دخل. رمضان 2017 بالظبط، كان تاني يوم رمضان، ضيع واحد ابن حرام خد البلاي ستيشن بتاعي. المهم بعد ما خدت الكيماوي بيشوف حجمه تاني، هو بيديني الكيماوي على سنه يقل يعني، لانه هو زي ما هو. فقال لي لازم نشيل الثدي كله. عملت عمليه بقى وقعدت بقى لي سنه بالظبط عامله العمليه. قعدت بقى في البيت طبعا، ما فيش يا شغل ولا مشغله، قاعده فاضيه بنتفرج على يوتيوب. دخلت على مشروع 50 فكره مصريه، لقيتهم بيعملوا نافورات، استهوتني قوي حته النافورات دي وعجبتني، قلت طب ما نعمل نافوره. قمت قايمه جايبه اسمنت وقايمه جايبه رمل وجايبه زلط وقمت صبه. جيت في يوم بصيت لقيت ام بلال بتعمل نافوره وبتعمل فانوس، فدخلت على النت وحبيت اعمل. فبقيت اشتغل في الفيل واشتغل في الفوانيس، ورجعت لشغل المكرميات بتاعي اللي انا كنت بشتغله الاول. شجعنا بعض، بقت هي تعمل تورينا، نعمل اوريها، نوري الناس، لقينا الحاجه بتعجبهم، فقلنا ليه لا هنعمل، اللي عايز ياخد. كله بقى لنا شهرين ثلاثه ما كانش في اي حاجه. انا كنت لسه خارجه من العمليه وكنت ممنوعه اقوم من مكاني، ممنوعه اشيل طبق صيني. انا دلوقتي بحوش اي حاجه، ما بيمش حاجه، اي حاجه بيمش حاجه هدي انا عايزه دي، هدي انا عايزه دي. فقمت بصيت له وعملته، وجبت ازازه وقصيتها زي الحته دي كده، وقمت جايبه الورق دوت، دي بواقي ورق، يعني انا ما بمش بواقي ورق كمان، بشيله 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 اقول لي عوزه، انا عاميه فانوس من بواقي ورق هناك خطير بصراحه. فقمت واخداه وقمت لفه الطبق ده، هي دوت فوم برضك، وقمت لفاه وقمت ملزقه في الحاجه دي، وجبت له وحوي يا وحوي. يا جماعه محتاجه فيل، اللي عندها ثلاجه غساله جايبها بالكرتونه الكراتين والفيل بيجيبوه لي. كنت بشتغل ما كنتش بشتري ولا فيل ولا كراتين، كنت بجيب الفويل بس بتاع الفوانيس. ونزلت العتبه بقى بدات اجيب شويه خيط
اعمل شويه مكرميات يمشوا مع الشغل. يعني اولا الفانوس دوت بعمله كرتون من تحت، ده كرتون بقطع الكرتون على شكل فانوس، وبعدين ده شاليمو، بجيب الشاليمو الكيس بخمسة جنيه اقوم مقطعاه بالمقص واقوم عاملاه شكل ايه، شكل ازاز، عامل زي الازاز فاهماني، ازاز معشق. وبعد ما بحط عليه الازاز طبعا انا بفرغه الاول، وبعد ما بفرغه بحط ده وافرغه، وبعدين اقوم عامله الشاليمو ده طبعا بيبقى كل جنب لوحده، بقوم حاطه الشاليمو واقوم ماسكاهم بقى مع بعض. بعد ما بمسكهم مع بعض طبعا الفانوس بيبقى فيه عيوب من الجناب، فبداريها بالايه، بالشغل ده. المشكله في المكان اللي نعرض فيه، يعني احنا دلوقتي استضافونا بتوع شباب مصر في البتاع بتاعهم شهر رمضان نعرض حاجتنا، كان ربنا يسهل لنا. على فكره انا ابني بجاي ده لعيب كوره حلو قوي، ونفسي حد يكتشفه، لانه هو مش لعيب كوره، هو موهوب كوره، بس هو نفسه يلعب كوره في نادي الاهلي. ايوه انا برضه من السيد الرئيس السيسي، اولا احنا نفسنا نشوفك اولا. يجينا الشروق نروح ويجي في اي حته، بس احنا والله العظيم احنا بنحبك جدا 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 جدا. نفسي اخد الكشك قدام بيجي عشان ما تمرمطش في هنا ولا هنا، ولا اروح بحته بعيده ولا اركب مواصلات، لاني انا فعليا انا عندي شوك عظميه في رجلي وما بقدرش امشي. يعني لو يحدث حتى يفرن العيش اجيب عيش، انا ما بقدرش امشي وبتعب من المشي. نفسي يبقى لي حته محل صغير اعرض فيه حاجتي، انا بشتغل حاجات كتير، يعني انا اكل حلويات شغل، يعني من الاخر كده ما بعرفش اقعد ساكته فاهماني. انا بعمل حلويات ما يعملهاش شيف، بعمل الاكل ذواق. Vídeo.